ورد إلينا هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز من قبل مدير أمن البحيرة بانقلاب معدية بكوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، ونتج عنها وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 تم انتشالهم من المياه. مرة أخرى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام ورد إلينا الآن من تصريحات خاصة لإكسترا نيوز من مدير أمن البحيرة بانقلاب معدية بكوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، نتج عنها وفاة 5 أشخاص وأيضا إصابة 17 شخص تم انتشالهم من المياه. وبالطبع سنوافي حضراتكم بالمزيد من التفاصيل إذا وردت إلينا في الفترة القادمة من متابعتنا الحية لحظة بلحظة في الآن.